ولكن النادي الأهلي بينجح في إيه؟ بينجح في ضم القندوسي، صفقة مهمة جدا أكيد النهاردة الأهلاوية فرحوا بيها وجات كده على طريقة الكامباك. صفقة أعتقد كانت مهمة جدا. ليه؟ القندوسي لاعب واعد جدا، القندوسي بالنسبة لي هو لاعب مبشر من أفضل اللاعبين داخل القارة في مركزه، وأنا في بعض اللاعبين بتحفظ شوية وأنا بتكلم عليهم أو أبقى متخوف إن أنا أقول رأيي اللي فيه تفاؤل قوي ليهم، ولكن أنا بالنسبة لي القندوسي هو من أفضل اللاعبين داخل مركزه في القارة، لاعب يجيد اللعب في مركز 8 ومركز 10 بشكل جيد جدا وربما يجيد أدوار أخرى، ولكن مهم جدا الفكرة النوعية، وأنت بتبص على لاعب زي القندوسي وبتشوف إن هو إزاي يقدر يضيف لفريقك. وأنا يا جماعة عشان أكون صادق، أنا دايما بفكر ما لا يدرك كله لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنت في النهاية كان عندك أولوياتك وأهدافك وترتيبك لاحتياجاتك الفنية، لو وصلت إن أنت هتروح بداية أو نهاية فترة الانتقالات وانت عندك لاعب اجنبي مش موجود، ده بالنسبه لي ما يعرف بالورست كيس سيناريو، اللي هو ايه؟ اللي هو السيناريو الأسوأ على الاطلاق. ففي النهايه لا، خطوه وجود لاعب زي القندوسي هي بالنسبه لي مهمه، ان انت تقدر على الاقل طالما فتره الانتقالات هتنهيها بشكل ده على الاقل فوق السن في الاجانب، فيقدر يكون موجود معاك لاعب زي ده، لاعب واعد. طبعا الصفقة كانت موجعة للبعض، الصفقة سببت ردود أفعال غريبة جدا مع أنها تخص النادي الأهلي، وكابتن أمير توفيق طبعا النهاردة قدر ينهي الصفقة، والنادي الأهلي كان حريص أنه هو يضيف القندوسي، وربما أنا لا أعرف لماذا يعني النادي الأهلي هو اللي بيتعاقد والبعض الآخر هو اللي عنده المشكلة، يمكن مش فاهم الموضوع ده قوي، ولكن هي كالعادة يعني النادي الأهلي كل ما بيعمل حاجة مروان عطية القندوسي ربما الأمور بتضايق البعض وبتخليهم يزعلوا أو يخليهم يحسوا إن هم عندهم مشكلة تجاه الصفقات، ولكن النادي الأهلي بيدعم فريقه وفقا لما هو يستطيعه. وأنا دايما بقول اللي أنت تقدر تعمله عشان تقوي سكواد النادي الأهلي لازم تعمله، وكانت الفكرة عندي اللي هي مش حاببها إن احنا ندخل ناقصين لاعب أجنبي برضه، لأن اللاعب الأجنبي يا جماعة امتياز مهم جدا للفريق يا أسامة. بص احنا يمكن اتكلمنا انا فارس قبل صفقة او قبل الموسم، واتكلمت وانا تحديدا قلت يعني المحترفين او يعني الهلاك، مع اني مش بحب كلمة الهلاك او لكن المعنى اقصد بيه ان انت كان لازم ان انت يكون عندك يعني المحترفين صح. وتستغل حتى اللائحة الجديدة اللي انت استغلتها بضم كريستو والنهاردة بتضم القندوسي. القندوسي البعض هيقول بس احنا كنا بنتكلم عن صفقة مهاجم او مش صفقة مهاجم، خليني اتكلم بوضوح ان انت تدخل بلاعب زي ده، لاعب كان مطمع من اندية محلية واندية ايضا أوروبية وأندية يمكن تونسية، فده شيء إيجابي جدا وهو القندوسي. بقى عندك اللعيبة اللي فوق السن وعندك اللاعب اللي هو كريستو اللي هو تحت السن، وربما تقدر في فترة القادمة تتعاقد مع لاعب آخر تحت السن، ولكن مش في فترة يناير يعني. لكن أنت دخلت بالصفقات دي، فتيجي تقيم القصة كلها في نهاية يناير هتلاقي إيه؟ هتلاقي النادي الأهلي تعاقد مع خالد عبد الفتاح لاعب سموحة بعد إصابة أكرم توفيق وكريم فؤاد اللي بنتمنى لهم طبعا يعني الشفاء العاجل، ودي كانت ضربة موجعة جدا للجبهة اليمنى خاصة ان هم كانوا الأساسيين في الجبهة دي. فجبت خالد عبد الفتاح، ثم تعاقدت مع مروان عطية لاعب وسط الاتحاد، ثم كريستو، ثم القندوسي. طيب نيجي نقيم القصة كده عشان نشوف هندي كام من 10 مثلا لو انت عايز تقيم بطريقة جماهيرية لصفقات يناير. هقول لك قارن بكل الفرق المحلية وحط في الاعتبار ان انت على صدارة جدول الدوري، حط في الاعتبار ان انت اقوى هجوم، انت اقوى دفاع، انت افضل فريق موجود حاليا في مصر بلا جدال، الارقام بتقول الكلام ده. المنافسين ليك برغم الملاءه الماليه اللي موجوده عندهم، ولكن ما شفتش دعم زي دعم النادي الاهلي وهو بيدعم وهو واقف على رجله وهو اول المسابقه. طيب خالد عبد الفتاح عمل ايه؟ انا قناعاتي الشخصيه يمكن ما كنتش شفت خالد كتير، لكن لما شفته في مباراة الزمالك وبيلعب سنتر باك وشفت الثقة اللي عنده اطمئنت تماما ان خالد عبد الفتاح هيتم تفعيل عقد الشراء، عقد الاعاره ده لعقد شراء. الحقيقي اللي ظاهر ولعب باك رايت ولعب كمان باك ليفت في مباراة البنك الاهلي وحصل على افضل لاعب في المباراة وقتها.
مروان عطيه احد اللاعبين اللي بيديك عمق مهم جدا لوسط الملعب في وجود السوليه حمدي فتحي اليو ديانج، وقدر ان هو يظهر بشكل كويس جدا في مباراه البنك، وكان احد اسباب الفوز بالزياده العدديه اللي عملها داخل منطقه الجزاء، وهو تقريبا كان هو يعني صانع الهدف بعد صدي ابو جبل، راحت الكره لمحمد شريف سجلها. ده لاعب تاني انا شايف ان هو ادى مردود فني يقول ان في حاجه تم اختيارها بشكل جيد جدا. نروح لكريستو، شفناه دقايق بسيطه مش هنقدر نحكم عليه، والقندوسي شفناه قبل كده مع وفاق الصيف، وانديه كتير جدا حتى كان في رغبه جماهيريه عند النادي الاهلي او عند جماهير النادي الاهلي الموسم الماضي ان يكون في التعاقد مع كريستو. طيب كولر تحدث عن احتياجه للمهاجم ثم تم التعاقد مع القندوسي. عايز اطمنكم تماما ان كولر من المديرين الفنيين اللي هو مش بيقبل باي لاعب، صرح بده بشكل واضح في المؤتمرات الصحفيه، وحتى في ضمن الاتفاقات على التعاقد مع لاعبين بيكون له رؤيه واضحه جدا، والنادي الاهلي دايما بينفذ للمدير الفني رؤيته تبعا لظروف النادي وملابسات الفتره الزمنيه اللي انت بتتعاقد فيها مع اللاعب، وبالتالي القندوسي جاي برغبه مباشره من كولر بالتاكيد. القندوسي عنده قدره ان هو يلعب في اكتر من مركز بالتاكيد، مركز 6 مركز 8 صانع العاب، وبيلعب ايضا وينج ليفت، يمكن الناس بتتكلم ان هو ممكن ما يكونش اسرع للجبهه اليسرى، ولكن هو قدر يشتغل في المكان ده وقدر ينتج في المكان ده، وتقريبا في اخر 107 مباراه يعني مساهم في 41 هدف ما بين صناعه وما بين تسجيل. الصفقه دي كان في انديه اخرى ومنافسه داخل مصر كانت محتاجاه ده بالتاكيد، ولكن النادي الاهلي فكر ازاي عشان برضو ما ننعزلش عن الواقع، وده نوع من انواع يعني الوضوح مش التبرير. النادي الاهلي فكر ان انت ترجتك الاولاني مهاجم، ما قدرتش تحقق المهاجم، امور اما نادي غالى في المفاوضات او لاعب غالى في الاجر السنوي ليه، او حتى لو في اي ممكن تقصير او اي اخطاء. المهم تعاملنا مع القصه دي ازاي قبل دخول يناير، اتعاملت مع القصه ان انت استكملت عدد لاعبيك المحترفين. طيب عملتها ازاي كمان، وده عشان ما نروحش برضو ونتكلم بمعزل، انت عندك ازمه في الدولار واضحه عشان بس نكون واضحين، عملتها ازاي؟ رحت لانديه شمال افريقيا حليت مشكله كانت متواجده مع النجم الساحلي، ومبلغ عمال يتاخر واقساط، وبندخل مع كوليبالي، كوليبالي ده تقريبا من 5 مواسم أو 6 مواسم مشكلته قائمه، نهيت المشكله دي بانك جبت لاعب واعد ايضا كريستو، يعني لاعب النجم الساحلي، لدرجه ان النادي النجم الساحلي طلع بيان يوضح للجماهير ازاي او ليه فرطوا في اللاعب ده، وهو لاعب كان عنده يعني او الجماهير كان عندها طموحات كبيره فيه ان هو يعني ياخد النجم الساحلي لبعيد ويكون تقدر تبني عليه. اللاعب الاخر وهو القندوسي، ودي برضو نقطه من يعني استغلال علاقاتك القويه جدا مع انديه شمال افريقيا، يمكن رئيس نادي وفاق الصيف كان جاء زار النادي الاهلي واجتمع مع مجلس اداره النادي الاهلي، وكان في شبه توأمه ما بين الناديين، وبالتالي انت قدرت تستغل الظرف المادي بشكل ممتاز طبعا لحاله الامور الماديه وطبعا لحاله توفير العمله الصعبه. ده افضل شيء، مازال كان ممكن الافضل، ولكن ده افضل المتاح حاليا. اتمنى يكون محمد شريف كهربا بيرسي تاو شادي حسين على قدر كبير جدا 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 من المسؤولية، لأن لقدر الله أي إخفاق أي تعثر في مستوى المهاجمين هيلاقي فيه غضب لجماهير النادي الأهلي، وإحنا محتاجين حالة دعم حالة استقرار. أكيد أكيد جماهير النادي الأهلي منطقها معروف ومنطقها واضح، هي عاشقة للكيان وعايزاه يكون أفضل نادي موجود دايما وأبدا ومكتمل ومثالي، حتى لو كان بعض المنافسين بعيد عنك مسافات ضوئية، حتى لو كنت خلاص قدرت تسيطر بشكل محلي أو قادم على هيمنة محلية، أيضا ده حق مشروع للجماهير، وده برضو حق مشروع للجماهير إننا نوضح الصورة ونكون خلف الفريق. كل التوفيق للصفقات الجديدة اللي النادي الأهلي تعاقد معاها في يناير، كل التوفيق للنادي الأهلي ولاعيبي النادي الأهلي وجهازهم الفني إن هم يستمروا في تقديم الصورة الطيبة منذ قدوم كولر، وإن شاء الله نقدم صورة عن النادي الأهلي جيدة في كأس عالم الأندية، وننهي الموسم بإذن الله والدوري يعود إلى الجزيرة وبطولة أفريقيا تعود لمكانها الطبيعي بعد ما فقدها النادي الأهلي في النهائي الأخير أمام الوداد البيضاوي المغربي. يمكن كانت هي الفكرة وأيضا اللي أكدنا عليكم فيها، وهي العنوان ما لا يدرك كله لا يترك كله، وعشان كده دي كانت الفكرة الرئيسية اللي أعتقد أن
كلنا هنبقى مقتنعين ان في كل الاحوال ده كان افضل سيناريو في النهايه ممكن تنتهي اليه من ان انت تكون عندك لاعب اجنبي ناقص. وكل فعلا التوفيق للنادي الاهلي في رحلته.